صلى الله عليه وسلم. سماحة الوالد يقول السائل: هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ سورة قاف في خطبة الجمعة كاملة، أو أنه كان يقرأ بعضا منها فقط؟ يعني نعيد الكلام الذي قلناه. هذا قلناه إنما هو معناه أنه يقرأها كاملة، وإنما يقرأ منها في كل جمعة جزءا حتى تتكامل عند المرأة التي حفظتها. نعم.